منخفض داناكل جزء أساسي من مثلث عفر الذي يمتد من البحر الأحمر إلى وسط إثيوبيا، ويغطي أجزاء من إرتريا ودولة جيبوتي وإثيوبيا، ويحوي في داخله مناظر طبيعية خلابة مثيرة للإعجاب. أثناء رحلتك في هذا المثلث تجد أنهاراً وبحيرات، منها بحيرات عذبة وأخرى مالحة، كما تشاهد غابات ومحميات وينابع ومياه ساخنة. والأشد جذبا في مثلث عفار البراكين النشطة والخامضة، ابتداء من وادي نهر أواش التي تحدث تشققات في الأرض وتقلبات في الأتربة وتغييرات في شكل المسطحات، مما يجعل الأراضي في هذه المنطقة غير صالحة للزراعة رغم خصوبتها. كلما ذهبت بعيدا في مثلث عفار من الجنوب إلى الشمال واقتربت إلى داخل منخفضات دناكل، تجد الأحجار البالستية النارية منتشرة في الوديان والجبال، وهي دلائل واضحة على البراكين تفجرت في الحقب الماضية. أما الينابيع الساخنة البركانية والمياه الكبريتية يجدها المرء أينما حل في الوادي المتصدع الذي يشق إثيوبيا والقرن الإفريقي إلى قسمين، والجزء الأكبر والأوسع منه يقع في مثلث عفر. وفي عمق منخفض دناكل بالقرب من الحدود الإثيوبية الإرترية، هناك مشهد طبيعي فريد من نوعه يسمى باللغة العفارية دالول، الذي يعني الحجر الذهبي، إشارة إلى الألوان الزاهية في المنطقة، حيث الفوهات البركانية الصغيرة والنشطة ترسل مياه ساخنة، بالإضافة إلى الغازات السامة والعناصر المعدنية والرواسب الملحية، مما تخلق تشكلات وألوان مختلفة. من بين هذه المواقع الجيولوجية المثيرة للإعجاب، هناك ما هو أشد جذبا والمثير للدهشة، هو البركان النشيط المعروف باسم أرتعلي، ويعني جبل الدخان، إشارة إلى الدخان المتصاعد من فوهات بركانه وبرك حممه. Thank you.
ويقع جبل عرتالي بالمقربة من الحدود الإرترية في شمال شرق إثيوبيا في إقليم عفر في عمق منخفضات دناكل. يقف الجبل شامخاً وسط صحراء عفر بصورته المهيبة، ينتظر دائماً زواره وخاصة السياح المحبين لسياحة المغامرات. وللوصول إلى جبل عرتالي هناك خيارات عدة. الأولى ركوب السيارات انطلاقا من أديس أبابا ووصولا إلى إقليم عفر من خلال طريق مسفلة يستمتع الراكب خلالها بالنظر إلى مناظر طبيعية خلابة. والخيار الثاني ركوب الطائرات إلى مطار سمرة عاصمة الإقليم أو مطار ألولا أبانجا في مدينة مكالي عاصمة إقليم تيغراي المجاور، ومن ثم التوجه إلى عرتالي. وكانت رحلة طاقمنا إلى جبل عرتعلي بسيارة ميديباس، فقد واجهتنا بعض التحديات بعدما سلكنا الطريق الوعر الذي يقدر طوله بكيلومترات، ولكن بفضل سائقنا المحترف أبابا فكادي والمرشدين السياحيين المحليين تجاوزنا وعورة الطريق ووصلنا إلى آخر نقطة تحت جبال عرتعلي. وينصح للسياح استخدام السيارة الرفيعة ذات الرباعية الدفع لتجاوز مثل هذه الطرق بكل سهولة. والوصول إلى قمة الجبل يتطلب الجهد وصعود العقبة مترجلا، ونحن صعدنا الجبل حاملين معدات التصوير تاركين سيارتنا في الصعيد. ها نحن قد وصلنا إلى بركان عرتعلي بعدما قطعنا مسافة طويلة ركوبا بالسيارات ومشيا على الأقدام. قد وصلنا إلى أطراف فوهات بركان عرتعلي متزامنا مع غروب الشمس، ونحن نترقب حلول الليل لنرى جمال بركان الهائج في عرتعلي. وقد بدأنا نسمع بعض الأصوات المخيفة التي تصدر من هيجان البركان وفورانه. إن شاء الله سنقترب أكثر ونرى هذا الجمال المدهش والباهر.
وهناك على القمة وداخل الفوهة العملاقة تقع حفرة صغيرة عميقة، وفي داخل تلك الحفرة توجد كتلة لا تهدأ من الصخر المنصهر التي تصدر فقاقع وترتطم بالجدران الصخرية. لم يسبق للبحيرة أن ثارت أبداً، ولم يسبق لها أن هدأت أبداً بشكل يكفي لكي تتصلب الحمم المنصهرة، فهي موجودة بحالة دائمة من التقلب. وحالما تتشكل قشرة صخرية هشة على سطحها، تقوم طاقة مخفية بتشقيقها مجدداً، محدثة فيها فجوات برتقالية اللون. إنه مكان حار بصورة لا تصدق وقاس بشكل كبير، ولكن فريقا مؤلفا من 3 علماء متمرسين في الجيولوجيا من جمعية علم البراكين في جنيف انطلق قبل سنوات من أجل التسلق داخل حفرة بحيرة الحمم، وأخذ قياسات وفهم طبيعة نشاطها بصورة أفضل. وفي حين تزداد معرفتنا ببراكين العالم، فإن ما نعرفه عن ظاهرة بحيرات الحمم هو قليل للغاية، وهذه البحيرة هي الوحيدة في العالم التي تتيح المجال لدراستها. وفي الواقع أن بحيرة الحمم تعتبر أسهل للدراسة من البراكين الثائرة، فهي قد تبقى في حالة شبه منصهرة دائمة للسنوات، ولهذا فإن بالإمكان رسم نمط دقيق لفترات نشاطها وسكونها، وبوجود بيانات طويلة الأجل يمكننا أن نزيد فهمنا للمواقع الجغرافية الساخنة وطبقات الأرض، وهذا يساعد في التنبؤ بموعد ثوران البراكين النشطة ومعرفة تركيبة أجسام كوكبية أخرى التي تظهر نشاطا بركانيا مثل قمر المشتري. لقد تم توثيق وجود بركان عرتالي لأول مرة في منتصف القرن 19، ولكن لم يقم أحد بدراسته حتى عام 1968، عندما انطلق فريق فرنسي إيطالي بقيادة العالم الجيولوجي هارون تازيف وجورجيو ماريني، لكن لكي يدرسوا الأضواء المتوهجة في عمق الصحراء، فوجد الفريق بحيرتين من الحمم تستكينان في فوهة عرتالي. وعلى امتداد السنوات اللاحقة لوحظت تغيرات على البحيرتين، وكشفت الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية في عام 1992 النقاب عن أن البحيرة الشمالية أصبحت خامدة بعد أن دفنت تحت كتلة هائلة من الصخور التي انهارت من أطراف الفوهة، مع أنها لا تزال تنفث غازات كبريتية ضارة، وانخفض منسوب الحمم في البحيرات الأخرى الأصغر إلى ما دون أرضية الفوهة بكثير، ولكنها كانت لا تزال نشطة. وما زالت التغيرات في الفوهات والبرك البركانية حتى يومنا هذا، ما زالت تشكلات جديدة تتكون بسبب التفاعل والهيجان المستمر للبركان، حيث تشكلت فوهتين جديدتين في الجانب الآخر من الجبل. لا يزال العلماء يجهلون السبب الحقيقي لتشكل بحيرات الحمم،
وما يعرفونه هو أنها نادرة الوجود. وبعد تفاعل لمدة طويلة تتدفق الحمم البركانية إلى خارج الفوهة في مشهد مروع ومهيب. ومن ثم تتجمد لافا البركانية وتتحول إلى أحجار باليستية وترسم تشكيلات واسعة وفريدة. وإذا كنت محظوظا يصادف مجيئك إلى عرتعلي لحظة تدفق الحمم من الفوهات، ونحن لم نسعد بمشاهدة هذا المنظر الرائع، وكان وصولنا متأخرا بأيام من تدفق الحمم البركانية، وما زالت لافا البركانية المنصهرة رطبة طازجة تتشكل ملامحها الجديدة. أرتعلي الذي يعني جبل الدخان باللغة العفارية، لغة أهل المنطقة، ويسمي سكان هذه المنطقة هذا البركان وفوهاته البركانية ببوابة الجحيم. ويعتبر هذا البركان النشط أحد البراكين الستة النشطة في العالم، بل هو أقدمها عمرا وأخطرها تفاعلا. رغم خطورة هذا البركان ما زال السياح يقصدونه طيلة العام، ونحن ما زلنا واقفين بالقرب منه وبجواره نرى إلى فوهاته تلقي بشرارتها، وكذلك نسمع أصوات الهيجان استعدادا ليتدفق بهممي. فعلا منظر جميل ورائع ومثير للدهشة والإعجاب. يتدفق السياح المحبون للمواقع الجيولوجية إلى هذا المكان الفريد من نوعه للاستمتاع بالنظرة إلى نيرانه المتلهبة وحممه الهائجة والمتدفقة وسط ظلام دامس، حيث يظهر المشهد في الليل أكثر جمالية وخلابة. أرتعلي. Yes, أرتعلي is very nice and I cannot say it in Arabic. أرتعلي جميل جدا. أنا ألماني مقيم في السعودية وبالتحديد المدينة المنورة. نعم كل شيء جميل. شاهدت بحيرة أفدير المالحة، هي تشبه البحر الميت الذي شاهدته في الأردن، والجبال البركانية شبيهة بالجبال الموجودة في المدينة المنورة، والجبال هناك مثل هذه، والفرق بينهما أنه ليس في أرتعلي حياة، وكذلك ليس في جبال المدينة بركان نشط. وزرت كذلك مواقع سياحية أخرى في إثيوبيا مثل بشفتو الزاخرة بعدد من البحيرات العذبة، وقمت باصطياد الأسماك هناك. ومدينة أديس أبابا هي المدينة الجميلة الأخرى التي قمت بزيارتها، حيث تتمتع بجو معتدل. وهذه المنطقة التي نتواجد فيها هي مثل جدة، وبالأحرى مثل مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وخاصة في المدينة المنورة تحيط بها الجبال البركانية، بينما في أديس أبابا جوها معتدل ورائع. بطبيعة الحال المجيء إلى هذه الوجهة ممتع جدا، وسكان المنطقة لطيفون وأغلبهم مسلمون، ولديهم ثقافة الضيافة والترحيب، وهي وجهة مفضلة للسياح.
أقول لكم هذا مكان لائق للزيارة، ويمكن الوصول إلى المنطقة عن طريق الخطوط الجوية الإثيوبية إلى مدينة سمرة عاصمة إقليم عفار، وتعتبر رحلة يوم أو يومين، ويمكن مشاهدة مواقع خلابة مثل عرتعلي ودالول وأفديرة، وأدعو السياح العرب للمجيء إلى عفار. المتعة الأخرى في جبل عرتعلي تتجلى في المبيت على العراء في هواء طلق، بالنظر إلى النجوم المتلألئة وسط سماء صاف في وقت غابت فيه مثل هذه المشاهد بسبب التوسع العمراني في المدن التي يطغى فيها أضواء الكهرباء وتختفي فيها النجوم.